أخبار اليوم. أنا رديف 1-9، فاضل 60 يوم أتخرج من الجيش، بس يشرفني طلب شخصي من سيادتك يا فندم، توقع لي إن أروح العريش أقضي 60 يوم دي هناك، وأتمنى إن أستشهد هناك. أنا عايز أعرف كل الناس اللي هناك إن اللي استشهدوا دول رجالة. رامي كان حامي ظهر الكمين كله، خد دانة الأرباجيل لوحده، راجل لحد آخر نفس فيه، راجل في اللي ضحى بنفسه، قنبلة كانت تترمي علينا كان يشيلها ويرميها عليهم تاني.